بلدية حي الأندلس بتلبية حضوركم الكريم لهذا الحدث الخاص بإطلاق مشروع رقمي، وهو نظام حصر وتقييم الأنشطة بالبلدية وإصدار اللوحة الرقمية، المشروع الأول من نوعه في ليبيا، وهو أساس التحول الرقمي في البلدية. إن حضوركم لهذا الحدث ما هو إلا دعم معنوي ودفعة إيجابية للبلدية حي الأندلس حتى تستمر في هذا المشروع. نفتتح هذا الحدث بكلمة ترحيب من عميد البلدية السيد سمير شقوارة، فليتفضل مشكورا. باسمي وباسم المجلس البلدي وديوان البلدية وأهالي بلدية حي الأندلس أرحب بالسادة الحضور، وهذا يعتبر دعم لهم لهذا النشاط. هو طبعا فرصة نحو الحكومة الإلكترونية اللي هي تقلل من التعقيدات البيروقراطية وتسد عدة ثغرات من حيث تطور البلد إن شاء الله، ويفتح الأفاق لعدة أشياء أخرى، منها التطبيق هذا قابل لأن يعني باستطاعة المواطن أن يخلص فواتيره والكهرباء والبريد والمختلف هذا عبر التطبيق. كما قلت أرحب بالسادة الحضور، ونسأل الله عز وجل أن يكون هالتطبيق هذا يعني يكون فعلا موفق في البلدية. فيما يخص موضوع اللوحة الرقمية اللي خاصة بالنشاط الاقتصادي داخل بلدية حي الأندلس، أولا يسر بلدية حي الأندلس ومراقبة الاقتصاد بالبلدية تلبية حضوركم الكريم لما فيه من دعم معنوي ودفعة إيجابية للاستمرار في إتمام المشروع. تعتبر بلدية حي الأندلس من أكبر البلديات في ليبيا من ناحية الأنشطة الخدمية والتجارية، حيث تضم ما يفوق من 30 ألف نشاط أو أكثر. أيضا تضم البلدية ما يقارب عن 400 ألف نسمة تقريبيا، وعليه فإن الاهتمام بالخدمات التي تهم المواطن وأصحاب الأنشطة بات أمر مهم جدا. إن مراقبة الاقتصاد بالبلدية تقوم بعمل دراسة ومسح شامل على الأنشطة بالبلدية وكيفية عمل نظام يلبي احتياجات البلدية وأصحاب الأنشطة والمواطنين معه، ومن هذا اجتهدنا لإصدار نظام حصر وترقيم الأنشطة بالبلدية وإصدار اللوحة الرقمية. تكمن الفكرة النظام في إصدار اللوحة الرقمية خاصة بكل نشاط يتم وضعها أمام كل نشاط، يسهل على أعضاء الحرس البري تأكد من صحة الإجراءات صلاحية النشاط، يعني برامج يعني رقمي من خلال يعني التصفح في سواء في الهاتف أو في اللابتوب، ويتم حفظ البيانات وبيانات الأنشطة بالكامل داخل قاعة البيانات خاصة بالمنظومة الرئيسية بالبلدية. طبعا البلدية حيكون فيها منظومة رئيسية وفي منظومة فرعية تكون داخل جهاز الحرس البلدي، الزم بتسديد الرسوم والمخالفات، هل نفذ المعايير والأمور المطلوبة منه، يعني فيه من خلال الترقيم مش من خلال انك انت يعني عملية انه هو في زيارات ميدانية ليك او من خلال متابعات، لا، من ناحية الترقيم يفتح اللابتوب مدير حتى جهاز الحرس اللي في الوحدة او في البلدية، يتضح قدامه جميع الامور، تخليص المخالفات، الالتزام، هذا ما التزمش بنت تكون عندك عقوبات، مرة تكون حتى عقوبات اضافية. ايضا النظام مرتبط بالتطبيق على الهواتف الذكية، حيث يمكن لاي مواطن داخل البلدية تحميله واستقبال الاشعارات الخاصة بالبلدية وايضا رسالة الشكاوى، يعني ممكن انت من خلال الترقيم اي مواطن عنده تعرض لمخالفة او في مخالفة حدثت عليه من اي من مقدمي الخدمه من اصحاب الانشطه، بمقدوره انه هو يراسل الحرس البلدي بالرقم بالكود، يطلع على المكان ويبدا معرف حتى لجهاز الحرس البلدي والمكان النشاط هو اللي حدث فيه المخالفه. طبعا النظام المقترح عدة اهداف، الاهداف التي نطلع كبلديه او مكتب او مراقبه اقتصاد وصل لها وهي تحصيل الايرادات بشكل دقيق، حيث ان اكثر من 80% من الانشطه لا تقوم بدفع الرسوم الخاصه بها. وطبعا الرسوم هنا الاداه اللي هي متمثله في حتى الكهرباء، الضرائب، عده رسوم للدوله، يعني باش تبني بها الدوله مقوماتها وتستطيع من خلالها هي تطور وتبني بها حتى ميزانيات، يعني تقدر بها حتى ميزانيات لحتى للتنميه ولكذا، يعني لنا معروف يعني العالم كله يعيش على بالاضافه للايرادات المحليه للايرادات تاع الدوله على الضرائب التاكس يعني، طبعا تحصيل الايرادات بشكل دقيق، حيث ان اكثر من 80% من الانشطه لا تقوم بدفع الرسوم الخاصه بها، وسيعمل النظام لتغطيه هذه القيمه بشكل سريع، يعني تبدا عندك منظومه كامله وتعرف حتى تحط في ميزانيات تقديريه للدخول اللي بتصير لك يعني في المستقبل، امكانيه اصدار الاحصائيات المختلفه وبشكل دقيق عن حجم الانشطه وعدد العماله المحليه الوافده، يعني ممكن بالنظام هذا تقدر تحصل حتى خاصه في العماله الوافده والعماله المحليه تضبطها من ناحيه
التزام حتى اصحاب الاعمال ان هم يسددوا في الضمان للعاملين نتاعهم خاصه في القطاع الخاص مدى العمل الاجنبيه وحركتها والانسياب نتاعها. يعني ممكن حتى نقدر نطور من خلال المنظومه ان احنا من الشغل معك والعماله ووجودها وعدمها طلعت منك، مشت اليوم كانت تخدم عند شخص معين مشت لشخص اخر مفترض فيه المنظومه تتبع حتى العمليه هي. لعظم محمد رسول الله امكانيه بناء الميزانيه التقديريه للبلديه بشكل سريع عن طريق معرفه حجم الايراد. يعني انا تكون عندي في حيلندس مثلا سميتال 30,000 نشاط نقدر نعرف شنو هم الانشطه ونرش الرسوم اللي هي مقرر عليهم ونعرف نبني ميزانيه تقديريه السنه الجايه يعني السنه القادمه من خلال الارقام الدقيقه اللي بتجيبها المنظومه مش بالشكل اللي اليوم اللي موجود الان. تمام. امكانيه ربط قاعه البيانات من الجهات الخارجيه مثل شركه الكهرباء، شركه المياه والصرف الصحي، الخدمات العامه وغيرها من الجهات المعنيه حتى تتمكن من الاستفاده من البيانات والتعامل مع الانشطه كلها حسب تخصصها، حيث سيكون البيانات محدده بشكل يعني ديما فيها ابديت، يعني ديما في تطور وفي تحديث للامكانيات. لقد تم تجهيز عدد من الاجهزه لاعضاء الحرس البلدي حتى يتمكنوا من عمليات اصدار المخالفات، فهو نظام متكامل يلبي احتياجات كافة الأطراف داخل البلدية. التساؤل الآخر، لماذا نظام بلديات؟ لماذا نظام بلديات؟ نظام بلديات لأنه نظام رقمي بالكامل، لأنه الأساس نحو التحول الرقمي، لأنه يمنع أي تجاوزات ويمنع أي أخطاء قد تحدث، لأنه يتم من خلاله التواصل المباشر بين المواطن وإدارة البلدية، بين المواطن وإدارة الحرس البلدي، بين صاحب النشاط وإدارة الحرس البلدي. ما هي الفئة المستفيدة من النظام؟ الفئة المستفيدة من النظام تنقسم إلى 4 أجزاء مهمة. أولاً المواطن، ثانياً أصحاب الأنشطة، وثالثاً أعضاء الحرس البلدي، ورابعاً إدارة البلدية. الأربع فئات المستفيدة من النظام. بكل رياحية ويسر، بالإشارة إلى ما تم شرحه، فإن جهاز الحرس البلدي مرحب بهذه الخطوة لأنها في الاتجاه الصحيح لمواكبة التطور التكنولوجي لرفع الكفاءة لعضو الحرس البلدي الذي يسعى دائماً للحفاظ على السلامة العامة وتوفير الأمن الغذائي والدوائر للمواطن، متمنين أن تكون هذه الخطوة بادرة لكي تعم على سائر البلديات في الوقت الذي يشهد فيه جهاز الحرس البلدي انتعاشة لأجل التطور إلى الأمام. ولكن نتمنى من السيد مدير الشركة إيضاح أكثر كيفية تدريب عضو الحرس البلدي على الأجهزة اللي تم تسليمها لهم. نعرف أن الأجهزة أندرويد متصلة بالإنترنت ومواقع عدة، كيف حيتعامل معها رجل الحرس البلدي؟ وأيضاً ضباط المخالفات حيكون عندهم منظومة داخل المكتب، كيف حيتم التعامل معهم وكيف حتكون الدورات داخلية أو خارجية لرفع من كفاءة عضو الحرس البلدي؟ نعتبره الآن مشروع حضاري للدولة الليبية بصراحة. نحن نعرف أن الإدارة الإلكترونية الآن معظم دول العالم قفزت إليها، عبارة عن تذهب إلى الهاتف تعرف ما يجري عندك من أنشطة خدمية وأنشطة إنتاجية بالدرجة الأولى حتى للمواطن العادي. اليوم حتى عملية المواصلات بصفة عامة الآن فيه برامج إلكترونية هامة من خلالها يمكن تعرف كيف تصل إلى بيتك إلى أهلك، كيف الطالب يتحرك، كيف المهندس يتحرك، أمتى ساعات العمل، أمتى ساعات اللي يكون فيها ازدحام، أمتى الساعات اللي يكون فيها زي ما نقول الفرص متاحة للنقل والتنقل، شنو نوعية التنقل خدمي سياحي إلى آخره. أنا أعتبرها الآن قفزة في الإدارة المحلية يعني. ولكن طبعا هذه المنظومة لا تأتي أكلها إلا لما تكون على مستوى الدولة، يعني الواحد بيتعرف عليها بمعنى الصحيح، مش بلدية واحدة. يعني نحن نعتبركم اليوم قفزتوا قفزة ليست في الهواء، بل قفزة في صميم إيش الإدارة الإلكترونية اللي نسعى إليها في الدولة الليبية. لأن الدولة الليبية نحن مشكلتنا دائما في الإدارة، معظم الإشكاليات اللي يعاني منها المواطن في الخدمات العامة هي مشكلة إدارة، تبدأ من الإدارة المحلية إلى الإدارة العامة في الدولة. هذه المنظومة اللي هي تقدم بها الإخوان اللي هي الشركة هذه، أنا نعتبرها اليوم قدموا خدمة لا يستهان بها. هذه الخدمات يعني من ناحية أنك تتعرف على مراكز الخدمات الصحية، تعرف على مراكز الخدمات السياحية، تعرف على مراكز الخدمات المواصلات،
تعرف على مراكز خدمات التعليم إلى آخره. هذه عملية مش سهلة يعني، أيضا راح حتى بالنسبة للدولة لعملية التشغيل إلى آخره، يعني الأنشطة المختلفة هذه فرص عمل، فرص عمل عندما تأسس للتأسيس الصحيح معناه أنت تعرفت على من يعمل في هذا النشاط، شني خبرته، شني مدته إلى آخره. أنا نعتبره نشاط جيد، نشد على يد إدارة بلدية حي الأندلس ونطلب منها أنها تعمم الموضوع هذا عبر وزارة الحكم المحلي. تدريب أعضاء الحرس البلدي حيكون فيه دورات تدريبية محلية وخارجية لأعضاء الحرس البلدي، حيتم تسليم الأجهزة حسب توصيات عميد البلدية لإدارة الحرس البلدي. أيضا هناك تجهيز كامل على شبكة الإنترنت، حيكون السيستم هذا موجود عليه سحابة إلكترونية، مشاكل الإنترنت لا توجد، جميع الأجهزة مجهزة بشفرات إنترنت في أي مكان، تعمل بتغطية شركات الاتصالات الموجودة عندنا. النظام سيكون متوفر كسحابة رقمية، لا يوجد أي مشاكل في إنشاء البنية الرقمية الخاصة بالنظام. الشركة كما تفضل في بداية الحدث هي شريك تقني لبلدية حي الأندلس، ستكون موجودة اليوم وبكرة وبعد سنة وبعد خمسة، موجودة لعمل التدريبات لكافة المستجدين أو المنتقلين. اليوم أني أشكر زميلي عميد بلدية حي الأندلس في دعوته لحضور هذه الورشة أو هذا الافتتاح اليوم لتوقيع عقد لهذا النظام الجيد. كما استغل الفرصة وأشكر سعادة اللواء رجب قطوس صراحة رئيس جهاز الحرس البلدي الذي هو شريك حقيقي وفعلي للبلديات، كما أشكر السيد وكيل وزارة المواصلات ووزارة الحكم المحلي المتمثلة في السيد وزير الحكم المحلي الدكتور بدر الدين التومي. طبعا أنا سعيد جدا أني أجيت متأخر، متأسف جدا للازدحام من زنزور لحي الأندلس، أخذت مني أكثر من ساعة المشوار. طبعا هذا الشيء نبحث عنه منذ فترة، أن إحنا كيف البلديات فعلا أنها تسير أعمالها، وكان من حوالي 8 سنوات مطالبة البلديات على مستوى ليبيا عن طريق وزارة الحكم المحلي أن تنقل هذه الاختصاصات حتى تستطيع البلديات أن تمارس حقها الطبيعي في خدمة المواطن مباشرة، ولكن طيلة السنوات الماضية البلديات عاجزة عن تقديم أي شيء. فشكر للدكتور بدر الدين التومي ومجلس الوزراء لإصدار قرارات نقل الاختصاص للبلديات، وأول اختصاص هو كان الحرس البلدي والجباية المحلية التي نبحث عنها كثيرا. البلديات تعاني من قلة الإمكانيات المتمثلة في الميزانيات، ولكن هذا الإيراد سوف يحقق خدمة مباشرة للمواطن، لأن هذا الإيراد احنا ليس المقصود منها هو المخالفات للمواطن، ولكن هو إرساء مبدأ المدن الذكية التي العالم الآن كلها متجه إليها، في هي متمثلة في المدن الإلكترونية أو النظام الإلكتروني لتقديم الخدمات المواطن. منها احنا على سبيل المثال بلدية جنزور عندنا مكتب خدمات المواطن، وهذا المكتب خدمات المواطن يقدم الخدمات المباشرة للمواطن اللي اتجهت إلى الحكومة الإلكترونية. كذلك نحن نسعى كبلدية جنزور انهينا من مشروع اللي هو التخريط الجغرافي GIS، الآن معظم الأزقة والشوارع الرئيسية والمحلات التجارية والمستشفيات وغيرها وغيرها الآن تم تحديثها وتم تحديد مواقعها حتى يسهل عمل المنظومة الإلكترونية الآن زي ما تفضل السيد رئيس الشركة، حتى نستطيع أن نحن فعلا كمواطن، لأن الآن نسعى المواطن أنه يبحث على ترخيص أو مخالفة، يبحث عن سرعة هذا الإجراء، ونفس الشيء نحن كبلدية وحرس بلدي نسعى إلى جودة الخدمة من ناحية الضبطية وكذلك متابعة هذه الأعمال. طبعا أنا أشكركم مرة ثانية، ونحن كبلدية طرابلس الكبرى بلدية جنزور وبلدية حي الأندلس هم من مجموع بلدية طرابلس الكبرى بها العديد من المواقع التجارية والمحلات التجارية مختلفة الأنشطة، هذا حيساهم بشكل كبير في إعداد مورد للبلديات ودخل للبلديات. من خلال هذا المورد نستطيع أن نعكس للمواطن خدمات
لهذه ليس لتجميع الأموال أو المخالفات أو الجباية، إنما هي تعكس خدمة للمواطن سواء على مستوى الكهرباء أو الطرق أو خدمات النظافة وغيرها وغيرها. وهذا العالم كله متبع هذا الأسلوب، ولكن إحنا 7 سنوات في البلديات لا الحكومة تأخذ في جباية ولا البلدية تأخذ في جباية ولا البلديات تأخذ في ميزانيات حتى تستطيع أن تقدم خدمة للمواطن. أنا أشكر مجدداً البلديات على التضحيات وعلى المشاكل اللي تحملناها صراحة، وأشكر أنا السيد رئيس اللواء رجب قلطوسة اللي إنه فعلا هو الشخص اللي لقيناه دائما مساند لنا. أنا أؤكد هالكلمة هذه لأن لقينا منه صراحة كل ترحاب وكل تعاون، وإحنا بإذن الله مع وزارتنا مع حكومتنا مع بلادنا بإذن الله حيعمل خير ومش حنقصر بإذن الله. وشكرا وموفقين، والمشروع القادم في جنزور إن شاء الله. بداية الحقيقة أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية يطيب لي أن أحييكم السعادة ليبيا الرسمية، كل المذيعين وكل السادة اللي هم عاملين بهذه القناة المفضلة لدى العديد من المواطنين. سؤالك فيما يتعلق بزخم اليوم أو ما حضرناه اليوم الحقيقة شيء يتلج صدر وشيء يشرف كل ليبي ينتمي إلى منظومة النظام ومنظومة التنظيم ومنظومة العمل الجاد ومنظومة العمل الدقيق. الحقيقة ما سمعناه قبل قليل أو ما شرفنا بحضور هذا اليوم كان شيء جميل جدا، أن احنا نشتغل بطريقة حضرية أو بطريقة عصرية أكثر تطور وأكثر رقي، وهذا ما كنا نسبو إليه حتى الحقيقة في الأعوام الماضية، أن يتطور الجهاز بوضعيات كل يوم أفضل وكل يوم أحسن حتى يتمكن كل العاملين بالجهاز سواء كان المسؤولين أو مدراء الفروع أو رؤساء الفروع أو رؤساء مكاتب التحقيقات على مستوى ربوع الوطن، تسهل لهم عمليات تجميع الأدلة فيما يتعلق بضبط المخالفات واتخاذ إجراءات قانونية الحقيقة تكون صارمة وتكون بأدلة ثابتة وتكون بوثائق تثبت الحقيقة جرم الشخص اللي هو ارتكب مخالفة أو شيء من هالقبيل. ما شفناه اليوم يدل على تطور الإدارة النظامية في وزارة الحكم المحلي، ومن خلال هذا اليوم ومن خلال هذا المنبر أحيي السيد وزير الحكم المحلي دكتور بدر الدين التومي، أحيي السيد عميد بلدية حي لندرس. كل الحضور الحقيقة كان حضور جميل جدا وكان شيء رائع، وأنا أتلج صدري الحقيقة وأتمنى من كافة عمداء البلديات وكافة بلديات ليبيا أن تحدو حدو هذه البلدية الحقيقة لليوم كان لها السبق في 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 وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذه المنظومة، وهذه منظومة جيدة وأتمنى أن تعمم على كل بلديات ليبيا وكل مراكز حرس البلد. أنا أكد لك أن المنظومة هذه أكيد حتستمر. أولا حتلاقي الحقيقة ترحيب من كل ضباط وضباط صف العاملين بجهاز حرس البلد، وزي ما قلت لك في قبل قليل أن هي حتسهل العمل على أعضاء الحرس البلدي بشكل كبير جدا.
وكذلك المنظومة المالية اللي هي موجودة في كل بلدية، بالإضافة لتسهيل العمل حتى على المواطن أصحاب الأنشطة الاقتصادية. لما يكون فيه شغل منظم وشغل دقيق وشغل يشتغل بمنظومة رقمية زي المنظومة اللي كنا نستمع إليها قبل قليل، هذا الحقيقة شيء منظم، وتنظيم الحياة اليومية للمواطن من أهداف الحرس البلدي. يعني أنت ما يكونش فيه لبس، ما يكونش فيه خلط كل يوم برا وتعالى وإجراءات عشوائية وفوضوية، يعني مش فوضوية ولكن روتينية أكثر من أنها هي يعني فوضوية. فنتمنى التوفيق للجميع، وأن أكد لك أن هالمنظومة هذه أو ما هو اليوم إحنا بصدده، أن أكد لك أنه هو حيستمر وحيستمر بكل قوة إن شاء الله.